السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل عليه عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. للأسف الشديد لما يعني الناس بيروحوا الطبيب والطبيب بعد فحوصات وكذا كشف فيقولوا له الأخبار إيه يا دكتور، يقول لهم الأمل في ربنا، معناها يأسوا خلاص. رغم ان كلمة الامل دي كلمة كبيرة قوي، رغم ان الرجاء في رحمة ربنا ده معنى كبير قوي. يا اخوانا احنا عايزين نتكلم الليلة حوالين معنى عظيم جدا جدا، حوالين قول الله: اليس الله بكاف عبده، اليس الله بكاف عبده. ربنا ما يقدرش انه يكفيك، انه يحفظك، انه هو يحل لك كل مشاكل امور حياتك كلها. كنت يعني من فتره كده قاعد في جلسه الضحى في المسجد، وكان في كذا مشكله كبيره بيمروا بحياه الواحد، فالواحد قاعد مهموم يعني ما هوش عارف يعمل ايه. وبعد كده الواحد هوني قال لا، طب ما اقعد استغفر طول اليوم النهارده، طب ما اخد اليوم النهارده في التوسل الى الله بالاستغفار من ذنوب الواحد لعل ربنا ينزل الفرج. فبدات اقعد استغفر ربنا شويه، وحسيت بكميه فرح في قلبي لو وزعت على اهل البلد طفيت. قلت ايه ده، يا سبحان الله العظيم، ليلة قيام تأمين لمستقبل الواحد أكتر من 1,000,000 جنيه، يوم صيام تأمين لمستقبلك أكتر من 100 عريس واقفين على الباب، ما تعرفيش هم هيبقوا سبب سعادة ليكي ولا لسه اختيار ربنا سبحانه وتعالى أو توفيق ربنا لم يأتي. يا أخوانا الفرح والقلق والذبحات الصدرية اللي بسبب الهموم والانشغال والاكتئاب والتوتر الرهيب اللي الناس بقت فيه، سبحان الله العظيم، مش ربنا يا اخوانا، مش ربنا اللي تقبلي عليه وربنا يقفل الباب قدامك، مش ربنا اللي تختاره وما يختاركش، مش ربنا اللي تقبل عليه وما يقبلش عليك، مش ربنا يا جماعه، مش ربنا اللي تسيب عشانه ما يعوضكش اضعاف 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 اللي انت سبته. عايزين الثقه في الله سبحانه وتعالى. الامه الوقت لما بيحصل اي ازمه، الامل في مجلس من قرار من مجلس الامن، الامل في قرار من الامم المتحده، الامل احنا عايزين الامل في ربنا. الاسلام علمنا ان من يقاسش المؤمن لا يمكن ييأس، لا يمكن يحبط، لا يمكن ابدا المؤمن. يا اخوانا الاسلام علمنا ان كلمه مستحيل دي ما تجيش في حياتنا، ان كلمه مش هقدر، ان كلمه صعب، ان كلمه ما ينفعش، الكلام دي كلها مشطوبه من قاموس الانسان المؤمن المتصل بالله سبحانه وتعالى. الوقت البلد مليانه مشاكل، الفقر والحاله الاقتصاديه 40% تحت خط الفقر، الدماء اللي بتسيل قدام مجلس الوزراء وفندان التحرير كان الدم ده حاجة عادية. النهاردة مات 5، النهاردة اتقتل 7، النهاردة اصيب 20، النهاردة الاوضاع صعبة جدا، الناس محبطة، الناس عايزة تحس بالامل، الناس في ناس قانتة بسبب الذنوب بتاعتها والمعاصي، هل ممكن ربنا يقبلني؟ في ناس بسبب وضع البلد، بسبب الاعلام الخاضع اللي بقى اعلامنا للأسف الشديد الواحد بيخجل منه للأسف الشديد، الناس عندها قنوط من اوضاع البلد، من اوضاع الامة واللي بيحصل للامة ومكر اعداء الامة بيها. الامل يا اخوانا، الامل في ربنا سبحانه وتعالى. اليس الله بكاف عبده، مش ربنا يكفي الامه سبحانه وتعالى؟ الامل ده هو الحياه، وبدون الامل مفيش حياه. عشان كده هنعيش الليله باذن الله مع معنى عظيم جدا في كتاب ربنا، اليس الله بكاف عبده. نتكلم عن الامل، ان ربنا يفرج كل كرباتك، الامل ان ربنا يحل كل مشاكلك، الامل ان ربنا ييسر لك كل امورك. الامل يا اخوانا
الامل ان الامه احوالها تنصلح، الامل ان مصر ربنا يوصلها لبر الامان، الامل في النجاه في الاخره، الامل في مغفره ربنا وفي رحمه ربنا سبحانه وتعالى، الامل العظيم في الله سبحانه وتعالى. اول شعار لينا هندور حواليه طبعا شعار الاساسي بتاعنا اليس الله بكاف عبدا. انا عايز اخواننا ساعات في كلمات امل جميله قوي بتطلع في وسط مواقف سوداء الكل بيأس فيها. لما جت سفينه السلام 98 تغرق، ويعني اكتر من 1001 بيغرقوا والسفينه نصها ولع ميه والناس بتقع ما بين النار وما بين الميه، موقف رهيب. مين اللي يقدر يفتكر اي حاجه في الوقت ده؟ هل نتخيل ان في حد في الوقت ده رفع ايديه وقال يا رب؟ طب انا عايز اقول لكم بقى ان سيدنا يونس اتحط في موقف اشد من الموقف ده، اترمى من السفينه، ده نفس الموقف اهو، والحوت ابتلعه، وفي وسط الحوت فظن ان لن نقدر عليه، ان ربنا لا يمكن هيسيبه. كان قلبه مليان امل في الله، كان قلبه مليان امل ان ربنا لن يتخلى عنه ابدا. اليس الله بكاف عبده؟ هنا في الموقف ده يا رب، في الموقف ده واشد منه يا اخوانا سبحان الله. لما صخرة الدويقة وقعت على 600 واحد من اللي عايشين في منطقة الدويقة ناحية المقطم، الصخرة وقعت على 600 واحد، الجيش والدفاع المدني والمؤسسات المدنية كلها بتحاول انها تشيلها عدة ايام لحد ما الناس ماتت تحتها. تخيلوا يعني حال اللي كانوا تحتها كان حالهم ايه؟ يعني في اللي مات ممكن بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، تخيلوا حالهم ايه؟ نفس الموقف اتعرض ليه ثلاثة من عباد الله الصالحين، دخلوا غار يناموا فيه فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت باب الغار. تخيلوا ده صخرة جبلية يا اخواني، يعني زي صخرة الدواء كده، مش طوبة يعني، نزلت سدت باب الغار. فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. ده عندهم امل انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. يعني احنا بنقول لكل واحدة في أزمة ولكل واحد في ابتلاء انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. الكلمة دي في قلوبنا يا اخوانا. الراجل لما مسك السيف ورفعه على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي نايم، خد السيف من على فرع الشجرة، النبي صحى لقى واحد رفع السيف في وشه وبيقول له من يمنعك مني؟ قال له الله. الله ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ يعني ربنا هيعمل لك ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نايم اهو على نايم على مفترش الارض، والراجل مسك السيف وبينه وبين ان هو يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف هي تنزلت ايد. بيقول له من يمنعك مني؟ قال له الله. الله الله يعمل لك ايه؟ يعني ازاي؟ ما فيش مع ربنا ازاي؟ قال له الله. فارتجفت يد الرجل، ربنا سلط على الرجل ايديه. ما فيش مع ربنا ازاي يا اخوانا؟ لما سيدنا موسى كان واقف قدام البحر وفرعون جاي من وراه، انا عايزك تتخيل الموقف ده، موقف زي القذافي كده لما جم عرفوا مكانه. انا عايزك تتخيل لحظتها ايه، خلاص واقف زي المزول، خلاص كل حاجه انتهت. هل ممكن في الموقف ده تلاقي واحد يقول لك كلا ان معي ربي؟ معك ربك ايه؟ ده جيش كامل وثوره بلد كامله. كلا ان معي ربي. مين اللي يتخيل ان في انسان عنده اتصال بالله بهذه الدرجه يا اخواننا سبحان الله العظيم؟ لما سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي، يعني معاك ربنا؟ انا هعمل لك ايه يعني؟ يعني البحر اهو، فرعون اهو، يعني ربنا هيعمل ايه؟ يعني ممكن اي حد يفكر يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني ماليش دعوه ايه اللي هيحصل، انما ربنا معايا خلاص. انا لا معايا اباتشي ولا اف 16 ولا رشاشات ولا مدافع ولا حتى سيوف، بس انا معايا ربنا. ربنا اللي اربع جنود بس من جنود اللي مالين السماوات والارض حاملين اضخم مخلوق في الوجود كله هو العرش. الله قادر. اللي جندي واحد من جنوده جبريل حمل قرى قوم لوط على جناحه وخسف بها الارض. الله قادر يا اخوانا، الله قادر. يعني ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها ازاي. لما زكريا دخل على مريم لقى فاكهه الصيف في الشتاء او فاكهه الشتاء في الصيف، قال لها يا مريم وأنا ازاي؟ ازاي يا مريم ده جالك؟ قالت له ما قالتلوش ازاي، قالت له هو منين؟ هو من عند الله. ما دام من عند الله ما حدش يقول ازاي، خلاص يا اخوانا مع ربنا. كلمات امل، انا عايزك تتخيل لما واحد بيتجوز واحده ويقعدوا 5 سنين و10 سنين و15 و20 سنه بدون انجاب، خلاص مش ممكن بيفكر في الانجاب بعد كده. لو حد كلمه في الموضوع ده يقول لك خلاص الموضوع منتهي. انا عايزك تتخيل ان سيدنا زكريا رزق يحيى وهو عنده 90 سنه، يعني لو متجوز من هو عنده 30 سنه، يعني بقاله 60 سنه متجوز، 60 سنه بلا انجاب، واقف يقول يا رب. سيدنا ابراهيم رزق اسماعيل في سن قريب
بعيد من هذا يعني 60 سنة زواج يا اخوانا ولسه عنده امل في الذرية مع الله سبحانه وتعالى. كلمات الامل لما بيقول رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب، يعني كلمة بتنضح بالامل يا اخوانا، كلمة بتنضح. لو واحد خد مراته وحطها في الصحراء الشرقية وهو ماشي هتعمل فيه ايه؟ تخيلوا هاجر في نفس الموقف بتقول له آه الله امرك بهذا اذا فلن يضيعنا. كلمة مليانة امل، كلمة بتنبض بقول الله اليس الله بكاف عبده. الله قادر سبحانه وتعالى، الله ارحم الراحمين مولانا سبحانه وتعالى، الله قادر. يا اخوانا يا جماعة يعني في اثر من اثار بني اسرائيل لما جاء بإبراهيم ليلقى في النار ارتجت السماوات والأرض وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له حتى ينقذ إبراهيم. فقال لهم الله إن استغاث بكم فأغيثوه وإن استغاث بي فأنا وكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله، نعم الكاف الله، نعم الرب ربنا، سبحان الله العظيم. اخواننا القضية قضية غلام الاخدود لما الملك بعت معاه يعني كتيبة عشان ترميه من على الجبل فبيقول اللهم اكفنيهم بما شئت. يا سيدي الله قادر بس ازاي؟ مفيش مع ربنا كلمة ازاي. القضية دي انتهت، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، يعني العمالقة قاعدين في فلسطين وعاملين مستوطنات ومجهزين نفسهم ومستعدين للدفاع ضد اي هجوم واحنا ضعفاء. طب ازاي يعني فاذا دخلتموه فانكم غالبون؟ الله قادر، اليس الله بكاف عبده. معنى لو دخل في قلوبنا قلوبنا هتتغير وحياتنا هتتغير. المعنى الثاني معانا الليلة فإن الله هو مولاه. الله، لو ربنا قالها عليك ديت، لو ربنا قالها عليك ديت. لما النبي تعرض بس بعض أذى بسيط جدا داخل بيته وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سبحان الله، كل ده يا رب لما العبد بيقبل على الله سبحانه وتعالى بيبقى غالي أو عند ربنا. ربنا بيقول لنبي فإنك بأعيننا، ما تخافش ما تقلقش ما تشيلش هم أي مشكلة، ما تشيليش هم أي مخاوف عندك من المستقبل، ما تقلقيش. مهما كان السن وصل لكام، مهما كانت الحالة المادية يا إخوانا الفرج صبر ليلة، صبر ليلة والله العظيم. الحلول في ايدينا بس احنا نوقن، الحلول ربنا مديها لنا بس احنا نوقن ان ربنا بيملك الحل سبحانه وتعالى، نوقن ان 100% من اوراق القضية بايد الملك وحده سبحانه وتعالى. فان الله هو مولاه، مفيش منظر ممكن يحسسك بالامل زي منظر قاتل المئة لما عارف ان في بلد ربنا يتوب عليه لو راح اليها والموت جلوه في الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ فاخذ ينوء بصدره، بيزحف بيزحف لعنده امل انه يوصل، بيموت وعنده امل. في ناس حتى عند الموت في المواقف اللي الكل بيأس فيها وهي قلوبها مليانة امل. يا جماعة سيدنا معاذ هو بيموت بيقول اللهم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك، يا رب انا كنت معبودك وقلبي مليان خوف منك، انا النهاردة قلبي مليان رجاء في رحمتك، قلبي مليان حسن ظن برحمتك يا رب. هو بيموت مش زي الشاب اللي يعني والدته اتصلت بحد اخواننا وقالت له ابني بيموت، ابني بيموت، ذهب يعني احد اخواننا الى ذلك الشاب. فبيقول دخلت عليه لقيت عينيه مليانه نظره فزع رهيبه، فقعد جنبه قعد يقول له ربنا غفور رحيم، ربنا ارحم الراحمين. بيقول الشاب نهار في البكاء وبيقول له رحمه ربنا دي مش لي، انا زنيت، انا شربت مخدرات سبحان الله، ولو عملت اللي عملته ربنا ارحم الراحمين، ربنا رحمته تسع جميع العباد. قال له رحمه ربنا مش لي، انا وقعت في الزنا، انا شربت مخدرات. وقعد يعني اخونا يذكره برحمه ربنا وعفو ربنا ومغفره ربنا. شاب سكت خالص وغمض عينيه. صاحبنا بيقول يعني فتح عينيه بعدها وقال طب والزنا، طب والمخدرات، طب والزنا، طب والمخدرات، طب والزنا، ورفع لسانه ولم ينزله. كان دي لحظة الموت سبحان الله العظيم. في المواقف اللي الناس بتيأس فيها عباد الله عندهم امل رهيب يا اخوانا، ده الامل في الله خرج واحد من النار. الاحساس بمعية ربنا واحد من النار يا اخوانا، واحد دخل النار لما دخل من النار وامر الله به فاتى، فقال الله لملائكته اذهبوا به الى النار، فواخدينه للنار مرة تانية. في رواية تانية للحديث حتى اذا كان عند شفير جهنم فاخذ يلتفت، فقال له الله لما تلتفت؟ فقال ما كان هذا ظني بك يا رب،
وفي رواية حسن ظني بك يا رب. يعني يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم ما كان هذا ظني بك يا رب، فقال الله أمر به إلى الجنة. سبحان الله العظيم، يعني الأمل في رحمة ربنا، والأمل في كرم ربنا، والأمل في عفو ربنا، والأمل في مغفرة ربنا. ده ناس خرجت من النار بسببه في وسط مواقف اليأس الرهيبة، وفي وسط مواقف الدنيا كلها سودت فيها، وناس مليانة أمل في ربنا سبحانه وتعالى. يا إخوانا، فإن الله هو مولاه. ابن تيمية لما لقى واحد من اللي بيزعموا ان هم بيدخلوا النار وما يتحرقوش وبيضحك على الناس وبيوجههم لعبادة القبور، فقال له ادخل انا وانت الحمام، يعني نغتسل عشان ما حدش يدن على جسمه اي حاجه، ثم ندخل النار سويا. فايون احترق فعليه لعنه الله. الراجل خاف وهرب، فقالوا له ابن تيميه، قالوا له اكنت حقا ستدخل النار؟ انت فعلا كنت هتدخل النار؟ قال نعم، ثقه بالله وتوكلا علي، عشان انا بحارب عن الحق عشان الزورية ينكشف، فربنا ما كانش هيسيبني ابدا. احساس جميل قوي، احساس لما خديجه قالت للنبي عليه الصلاه والسلام والله لن يخزيك الله ابدا، احساس ان ربنا مش هيسيبك، احساس ان انت موقنه ان ربنا مش هيسيبك. انا عايز اكرر يا اخوانا، والله العظيم الحلول في ايدينا، والله حلول كل مشاكلنا، حلول كل مشاكل الامه، حلول مشاكل مصر، حلول مشاكل حياتي وحياتك وحياتك كلها في ايدينا. صبر ليلة على التوجه، صبر على الصيام، صبر على الطاعة، صبر على العبادة، صبر على كلمة يا رب من أعمق أعماق القلب، وشوفوا ربنا كرمه قد إيه ورحمته قد إيه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الشعار الثالث الرهيب في درس الليلة، إن الله معنا، إن الله معنا. أنا عايز أقول حاجات كتير أوي، عايز أقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، دي كلمة أمل. الآية دي مش معناها القدر، يا إخوانا ربنا ما قالش لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، يعني قدر وكتب علينا كلنا، إلا ما كتب الله لنا، مش جاي غير الخير، مش مستنينا غير الخير. النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف، في أكتر المواقف خطورة، أنا عايزك تتخيل يوم الخندق، جاي جحافل وجيوش الصحابة عمرهم ما شافوا زيها في حياتهم، عمرهم ما شافوا العدد ده في حياتهم. الصحابة بيحفروا في الخندق بعرض 5.5 كيلو متر وعرض 4.5 متر وعمق 3.5 متر. عايزك تتخيل السعودية في الايام ديت لما جابت شركة عشان ترصف الطريق بتاع الخندق دهوت، المعدات بتاعتها اتكسرت وقعدت شهر عم عرفت ترصفه. انا عايزك تتخيل والصحابة بيحفروا في هذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى الصحابة، وتقابل الصحابة صخرة خطيرة، يجوا يحطوا عليها المعاول مش قادرة تشيل منها حاجة، وينادوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جاي كل جسمه تراب، النبي جاي عليه الصلاة والسلام بقاله 72 ساعة ما دقش حاجة، ممكن ربط على نفسه على بطنه الحجر من الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام جاي رجليه متورمة من القيام، النبي عليه الصلاة والسلام جاي وهو في هذه الحالة ويمسك بالمعول ويقول بسم الله ويضرب على ثلث الصخرة فيصير ترابا كثيب اهيل زي الرمل بالظبط، زي التراب بالظبط. ده مش النبي، ده ربنا، ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يضرب تاني بسم الله، التلت التاني يتفتت، التلت التالت يتفتت، فيبشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بفتح فارس والروم واليمن. يا رسول الله، ده المنافقين كانوا بيقولوا للصحابة بعد الكلمة ديت، محمد يبشركم او يعدكم بكنوز كسرى وقيصر، واحدنا لا يأمن على قضاء حاجته. النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرهم في الموقف ده عشان يعلمهم الامل، عشان يعلمهم مهما حصل قبضات داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهره مكوي بالنار يا اخوانا، مكوي بالنار. وبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تعبنا يا رسول الله، اتعذبنا وتبهدلنا يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ والله ليتمن الله هذا الامر، الدين ده هيكمل، والدين ده هينتصر. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلمنا الامل. يا اخوانا، النبي عليه الصلاه والسلام لما فتت الصخره بسم الله والامل في الله سبحانه وتعالى، علمنا ان كل صخره نواجهها في حياتنا نواجهها بسم الله. خط بليف لما اليهود عملوه قالوا لا يمكن يقدر يشيله غير قنبله ذريه، ربنا خلانا نشيله بايه؟ بالميه، الميه،
بخراطيم المية يا اخوانا. الله قادر. لو ربنا معنا أليس الله بكاف عبدا؟ أليس الله ربنا اللي حارب؟ ربنا اللي حارب عنا في 73. ربنا سبحانه وتعالى الذي كان يسبق جيوش المصريين في 73 في نحور اليهود. الله معانا يا اخوانا. أليس الله بكاف عبدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم أبي جندل يوم الحديبية وأبو جندل جاي، النبي عليه الصلاة والسلام بيكتب الاتفاقية مع سهيل بن عمرو، المعاهدة اللي بموجبها مكة تعترف بدولة الإسلام قدام جزيرة العرب كلها، وهو بيكتبها أبو جندل ابن سهيل جاي في الأغلال بتاعته رمى نفسه وسط المسلمين. تخيل، أنا عايزك تتخيل 1400 صحابي السيوف في إيديهم، يعني أي حد منهم ممكن سيفه يسبقه، ولكن خوفا من الله وخوفا من عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيبكوا من الدموع والرسول بيرجع أبو جندل، كانوا بيبكوا من الدموع لما سهيل بن عمرو رفض ان هو يسيب ابنه. الصحابة كانوا بيبكوا من الدموع لو هما بيحلقوا البعض كانوا هيذبحوا بعض بالأمواس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أجيزه ليه؟ يقول له لجت القضية بيني وبينك، إلا ده هوت لا يمكن، خلاص الاتفاقية انتهت. عمر بن الخطاب يمسك السيف ويقول له إنما دم المشركين أحدهم كدم كلب، خد السيف واقتل سهيل بن عمرو. وأبو جندل مش عايز يقتل أبوه. سهل بن حنيف بيقول لو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا عليه الصلاة والسلام لرددناه، لو كنا نقدر ساعتها كان كل واحد مسك سيفه وقتل سهيل بن عمرو وحررنا أبو جندل. ولكن يا إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام وسط كل النار ده إيه؟ يقول له يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. الأمل في الله. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الأمل في كل المواقف يا إخواننا، في العبادة بعد الأذان كان النبي يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الدين ده هيكمل هيكمل. في كل المواقف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في الجهاد وفي الدعوة، في الدعوة يا اخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام مطرود من مكة، راح الطائف 9 أيام لحد ما جروا وراب الحجارة عليه الصلاة والسلام ورجليه ادميت بالدم، وهو في المكان ده واقف الطائف طردته ومكة طردته، ربنا ينزله ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين افنيهم خالص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. النبي عنده امل في الدعوة، عنده امل ان الناس تتغير، عنده امل ان المجتمع يتصلح، عنده امل ان القلوب تلين. ويجي بعدها الوليد ابن المغيرة الكافر اللعين ده ويطلع من صلبه خالد ابن الوليد، سبحان الله. العاص ابن وائل يخرج من صلبه عمرو ابن العاص، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان علمنا الامل. عشان كده الصحابة لما رأوا الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. عندهم امل في النصر. ليه؟ اتعلموا الامل من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يروح يزور سعد بن ابي وقاص بيموت في مرض موت. سعد بن ابي وقاص خلاص بيقول له اوصي بمالي ازاي يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لعلك ان تؤخر حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ما تخافش يا سعد، هتعيش يا سعد يا ابن ابي وقاص، هتعيش وربنا هينفع بك الاسلام وربنا هينشر بيك الاسلام في الارض. النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه الامل يا اخوانا، علمنا ازاي قلوبنا تتملى بالامل. الشعار اللي معانا بعد كده أن يحيي هذه الله بعد موتها. ايه ده شعار عن الامل يا اخوانا؟ ده شعار للامل في انقاذ الامه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه العجيبه، الايه اللي تملا القلب بالامل ده ايه؟ الايه اللي كتير جدا من النبي بيقراها بس مش واخد باله من تفاصيلها واحداثها الخطيره جدا. ربنا بيقول ايه؟ او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. مين ده؟ قالك ده عزير. وفي ناس تاني قالوا ده ايليا النبي. يعني الناس اتفقت، العلماء اتفقوا ان هو حاجه عظيمه جدا، شخصيه كبيره جدا، يا اما عالم من العلماء يا اما نبي من الانبياء. ايه القريه ديت؟ قال لك دي بيت المقدس. بيت المقدس اللي هو في فلسطين، القدس يا اخوانا، القدس. قال لك كان في ملك اسمه بختنصر، ملك كافر ظالم، دخل على القدس لما بني اسرائيل بعدوا عن دين ربنا، دخل على القدس فناها. فناها يعني ايه؟ ده ربنا بيقول وهي خاويه على عروشها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه ده خاوي على عروشه؟ يعني السقف واقع على الارض والجدران قامت واقعه على السقف والناس كلها جثث ميته. ده خاويه على عروشها. دخل عدى عزير لقى المسجد الاقصى شويه تراب، لقى بيوت العباده كلها شويه تراب مهدومه، لقى الناس جثث مرميه في الشوارع مقتوله، لقى البيوت كلها خراب مهدومه على جدرانها على سقفها.
القرى المحيطة بالقدس كل أهلها فروا، خرجوا من ديارهم وهم ألوف، حضر الموت كله جري زي 48 كده، ما الناس سابت القرى بتاعتها لما سمعوا بمذابح اليهود وهربوا. أنا عايزك تتخيل داعي من دعاء إلى الله، واحد قلبه مليان غيرة على دين ربنا وداخل بيعدي على القدس، مكان البيت المقدس، مكان المسجد الأقصى، بيبص على البلد كان هيموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المسجد الأقصى يحصل فيه كده، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الأمة اللي خربت دي تقوم تاني إزاي؟ الأمة اللي أعداءها تسلطوا عليها واحتلوا فلسطين والعراق والسودان، الأمة دي تقوم تاني إزاي؟ الأمة دي ترجع لربها إزاي؟ الأمة اللي ماتت قلوبك ناس من أهلها ديت إزاي تقوم تاني؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ إزاي؟ شوف بقى ربنا، فأماته الله 100 عام. في 100 سنة اللي مات فيهم عزير دول، ربنا قيد من بني إسرائيل اللي رجع تاني وأعد الأمة تاني وبنى البيت المقدس تاني، واليهود بني إسرائيل رجعوا للقدس تاني والبلد اتعمرت تاني. صح، بعد 100 سنة الواقع تغير تماما، مات وهي خراب، نام وهي خراب. صح، بعد 100 سنة فأماته الله 100 عام. طب ليه 100 عام؟ ليه؟ لأن الإصلاح. أصلا أنا الوقت راجل داعية، والمجتمع يتغير إزاي من غير الدعاء؟ لا يا سيد، ثورة 25 يناير مين اللي كان قائدها؟ يعني ما هو الشعب، الشعب نازل وخلاص، عشان ربنا يقول لنا إن التغيير مش محتاج حد، إن ربنا قادر على التغيير من غير حد. أهو مش ده الداعية العالم، أهو نام والتغيير جه، والتغيير جه. أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. يا رب ده انا نمت والشمس طالعه، انا صاحي الوقت والشمس بتغيب خلاص، يعني يبقى بالتاكيد ده هو ده نفس اليوم، يعني مش ممكن هيكون 48 ساعه طبعا. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. الفاكهه ما حمضتش، العصير ما تخمرش، الاكل ما فسدش، وانظر الى حمارك، شوف العظم اللي متنطر في كل الحواء بيتجمع تاني، وجسم الحمار بيتكون تاني بدون رحم خالص. شوف المعجزة دي قدام عينيك، شوف. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. انت هترجع يا عزير الوقتي، الناس التوراة راحت منهم، بختنصر خد منهم كل النسخ اللي كانت معاهم، انت العالم اللي هتعلم الامة من جديد في التوراة وتنشر دين ربنا مرة تانية. وبص للعمار اللي بقى موجود في الامة. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يا اخوانا، ان يحيي هذه الله بعد موتها. الواحد هو جاي من المنصورة، معدي على الطريق السريع، واللي مشغل اغاني، واللي عامل، واللي متبرجة تدخل على الدائري وتنزل على المحور وتشوف الاعلانات وتشوف الاحوال بتاعت امة محمد، وان يحيي هذه الله بعد موتها. الامة دي ممكن تتحول لاصحاب رسالة تاني، الله قادر. من الوقت نقول اعلم ان الله على كل شيء قدير. سبحان الله، معانا شعار خطير قوي، معانا آية خطيرة جدا. الشعار بتاعنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وخير ايه؟ املا. الله اكبر، هو الامل مذكور في القرآن، ده مذكور في سورة الكهف اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا نقراها كل اسبوع. يعني كل اسبوع مطالبين ان احنا نجدد في قلوبنا معنى الامل. يعني ايه وخير املا؟ يعني العمل. هو بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا لا لا، انا مش عايز ابدأ من هنا، انا عايز ابدأ من اللي قبلها كمان. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. ربنا بيعرف حياة الدنيا، مية نزلت من السماء، يعني رزق زي المطر بالظبط، يعني مش بايد ان انا اخد فلوس او ما اخدش او اعمل، ده رزق. فاختلط به نبات الارض. تخيل لما المطر نزل على النبات بقت مزهزهة، جنات وفواكه وازهار واشجار وريحين وروايح وعطور. ربنا سبحانه وتعالى يعني المفروض انها مزهزهة، بس ربنا ما قالش كده، قال لك فاختلط به نبات الارض. تخيل بقى اللي حصل، فأصبح هشيما تذروه الرياح. طب ربنا بيقول لك فأصبح، يعني يا اخوانا كأن هو ما بين يوم وليلة، ما بين يوم وليلة كل حاجة راحت، ما بين يوم وليلة كل حاجة انتهت. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها من معاني اللعنة، القطع من الرحمة. الدنيا دي بتقطع اي حد في لحظة، اي انسان في لحظة. سبحان الله العظيم.
كان احد الشباب يعني بيشغل في تركيب الدش على سطح البيوت، فطلع على سطح بيت، فيعني ما بين سطح البيت ده الجدار بتاع سطح البيت وجدار بيت تاني حته كده عايز يسند عليه عشان يركب، فقام حاطط لوح خشب ابلكاش، فيعني صاحبه اللي معاه بيقول له يعني خطر انك تقف على ده، ده انت كده واقف في الشارع، اللوح ده تحته الهوا، فبيقول له خطر، قال له لا ما تخافش انا هسند برجل واحده، فسند برجل كده فحس انها مسنوده قوي، فقام سند بالثانيه وقع مات في لحظه، في لحظه سبحان الله، شاب الله يرحمه، الله يغفر ليه ويرحمه. ولكن انا قصدي ان لوح الابلكاش ده اخوانا هو ده الدنيا اللي كل اللي يتسند عليها تشيله، يعني ايه الدنيا ملعونه، ما بتبقاش على حد، بتقلب على اهلها، بتقلب بتقطع رحمتها عن اهلها في لحظه، والعياذ بالله يا اخوانا، فاصبح هشيما تضرور الرياح. تخيل منظر هشيما تزرور الرياح، الجنة اللي كانت امبارح جنة حتى ربنا ما قالش بقت جنات وبقت ده كأني ولا كأني كان في حاجة، اصبح هشيم شوية ورق ناشف متفتت قاعد، الريح تجيبه شرق وغرب زي ما جسم الانسان بيتحول للتراب، والريح بتجيبه بعد كده شرق وغرب، سبحان ربي، سبحان الله رب العالمين. يا اخوانا الدنيا لما تشوف الشحروره، شحروره اللي كانت فتنه شباب امه محمد، 90% من شباب امه محمد مفتونين بيها في الستينات والسبعينات، شوفها الوقت سبحان الله ما عادتش واعيه اصلا، يعني سبحان ربي. يا اخوانا الدنيا دي ايه؟ الدنيا دي بتعمل بقى الدنيا لو ادت لمين؟ اللي خد الدنيا اكتر حاجه، يعني تعرفها يا بنات مثلا دانا سبنسر دي بنت شابه بريطانيه يمكن كتير يعرفوها، دانا سبنسر اللي كانت متجوزه الامير تشارلز، دانا انت نفسك اتجوزي مين؟ دي اتجوزت ملك ولي عهد بريطانيا، انت نفسك ان فرحك يتعمل في هيلتون ولا شيراتون ولا حاجه سبع نجوم، نفسك ايه؟ دي اتعمل فرحها في قصر بكنجهام، اعظم قصر على وجه الارض، انت نفسك ان اي وحده فيديو تصور الفرح بتاعك، دي اللي صور الفرح بتاعها اتذاع في كل قنوات الكره الارضيه، وكانت تسريحة شعر ديانا حديث الجرايد، انا كنت لسه في الكليه في تانية تالتة كليه كده ولا حاجه، الدنيا مقلوبه عشان ديانا وعشان موديل لبس ديانا وعشان مقاس حذاء ديانا وعشان تسريحة شعر ديانا، سبحان الله العظيم. لو دي ما هي السعاده يبقى مش في الدنيا سعاده، لو دي ما هيش عايشك مرتاحه يبقى الدنيا دي اصلا ولا شيء، يبقى الدنيا ديت مقلب وفي ناس شربته للاسف الشديد، زي اللي جاب لمراته طقم الماز ويعني طارت بيه واتجوزها وعاشت معاه سنين، طقم الالماس ده اهم حاجه عندها، لما جه يعني حصل بينهم طلاق فبقى بتاخد طقم الالماس بتاعها رايحه تبيعه، اكتشفت انه فالصو اهو ده، الدنيا ديت ناس بتفضل حاسبها طقم الالماس، وفي الاخر للاسف في الغالب بعد الموت او عند الموت بيكتشفوا انها فالصو، الدنيا ملعونه. ده انا سبنسر يصحى العالم فجاه على خبر انها كانت تحاول الانتحار، طب دي بتنتحر ليه؟ طب دي مش سعيده ليه؟ ده الجمال عندها والمال عندها والشهره عندها والملك عندها، ده عايزه ايه دي؟ ولسه ايه في الدنيا ما خدتوش اصلا؟ هو لسه في حاجه في الدنيا ما خدتهاش؟ هي الدنيا دي ايه اصلا؟ ثم تتحول دانا سبنسر الى نزيله في عيادات الامراض النفسيه في بريطانيا، ويتحول نومها الى نوبات من الفزع، تصحى على نوبات من الفزع الشديده في النوم، وتموت دانا سبنسر وهي مع يعني احد الناس في سياره تحت كوبري من كباري بريطانيا تتقلب بيهم العربيه، اخر واحد شافها وهي لسه مفتحه عينيها قبل ان تغمضها غمض الموت، قال كانت عينيها نن عينيها بيدور في كل ناحيه، قلت سبحان الله، تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، قلت سبحان الله، عاشت حياتها كلها عينيها تدور في كل ناحيه بتدور على السعاده، فين السعاده؟ بتدور عليها وماتت وهي لسه مش عارفه انها مع ربنا سبحانه وتعالى، اليس الله بكاف عبدا؟ الدنيا دي ايه؟ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. شوف بقى المال والبنون، ربنا بيجيب لك مقارنة ما بين الأعمال الصالحة وما بين الدنيا وأسبابها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ماشي، والباقيات الصالحات، الصالحات هنا مش شرط انها تبقى بس يعني الاعمال الصالحه، يعني اللي تصلح انها تبقى سندات امان لمستقبلك، زي ما ربنا قال في سوره النساء كده، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، الصالحات هنا مش معناها المراه الصالحه بس، ده معناها التي تصلح لاقامه بيت، اللي تنفع يا ابني انها تربي لك عيالك بالمعنى كده يعني، والباقيات الصالحات اللي تصلح انها تبقى امان للمستقبل وحصن للمستقبل، خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني ايه خير عند ربك ثوابا؟ يعني المال والبنون مش هينفعوك زي العمل الصالح، الاب وابوه بيبقوا مدفونين جنب بعض يوم القيامه ساعه البعث، الابن مش هيبص لابوه، الاب بيموت الولد يقول لك عايزين نبني لابويا مسجد ابويا وابويا،
ابويا شويه يا ابني يلا فين المسجد، بس بنحدد حته الارض من الارض اللي ابونا سبق لنا. شويه يا ابني فين المسجد، والله احنا عملنا له كولدير وسبناه قدام جامع. سبحان الله، البقيات الصالحات هي اللي بتفضل، خير عند ربي كتابا وخير املا. يعني يا ناس املوا في العمل الصالح، هو ده وثيقه التامين للمستقبل، هو ده الامان الحقيقي، هو ده الامل الحقيقي يا اخوانا، الامل في العمل الصالح. لما بتسمع فلولا انه كان من المسبحين، لولا عبادته اللي كان بيعبد ربنا بيها، ما كانش دي الامان الوقت اللي نجاته من الكرب اللي هو فيه. ما تملاش قلبك بالامل. لما بتسمع بعد ما ربنا ادى لزكريا الولد انهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما بتعرفيش، ما بيملاش قلبك امل في العمل الصالح الكلمة دي. لما بنسمع لما ربنا فرج كرب سيدنا ايوب وشفاه وربنا يقول له رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، الكلمة دي ما بتملاش قلبك أمل في العمل الصالح وفي العبادة. لما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى، النهار والليل اللي انت مالتهم طاعة يا محمد، ما ودعك ربك، انت بعد العبادة دي أنا سيبك؟ لا يمكن هسيبك بعد العبادة دي أبدا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. يا أخوانا اللي جاي لسه أحسن من اللي فات، كلمة أمل رهيبة. ربنا بيعلمنا الأمل، ربنا في القرآن بيعلمنا أن اللي جاي لسه أجمل، أن اللي جاي أعظم. يعني للآخرة خير لك من الأولى من معانيها يعني يوم القيامة وفي الجنة، إنما في معنى تاني الآخرة عن اللي لسه جاي، والأولى يعني اللي فات. انتوا لسه شفتوا فتح يا أهل الدعوة، انتوا لسه شفتوا نصر، انتوا لسه شفتوا معية، انتوا لسه شفتوا معية ربنا سبحانه وتعالى، انتوا لسه شفتوا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي انه يقول للكفار اعملوا على مكانتكم انا عاملون، وانتظروا انا منتظرون. انا منتظرون دي طاقة امل مفتوحة. يعني ايه الانتظار؟ ان انا مستني حاجة جاية جاية، انا موقن بس مش عارف هي جاية امتى. ربنا بيقول للنبي الفرج جاي جاي، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نصر ربنا يقين، كل وعد ربنا وعده لك في الدنيا والاخرة يا محمد ابن عبد الله يقين، كلام يملى القلب بالامل. انا منتظرون. العلمانيين اللي بيحاربوا الضعف إلى الله وبيشوه صورة الدعوة وبيشوه صورة الشريعة، إنا منتظرون، الفرج جاي جاي يا أخوانا. في كلمة تملى القلب بالأمل أجمل من قول الله ألقى عصاك، ألقى عصاك. كنت بقرأ من يومين كده في قصة سليمان في سورة النمل، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير. قلت طير إيه يا ربي؟ هو الطير ده يعمل؟ يتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. هدهد؟ هو سيدنا سليمان واخد الهدهد ما يعمل بيه إيه؟ ده معاه عفاريت الجن والمرضى والجنود الأشداء والعلماء والكتائب. يا سليمان يا ابن داود عليك وعلى أبيك السلام، إخوانا الهدهد هيعمل لك إيه؟ الطيور الضعيفة واليمام والحاجات دي تعمل لك إيه؟ إخوانا الله قادر، ما الهدهد شفته عمل إيه في القصة؟ أرسلنا عليهم طيرا أبابيل، يعني الطيرة تعمل إيه يا رب؟ كان يا رب يرسل أسود؟ لا 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 لا، ربنا بيعلمنا إن أضعف الإمكانيات هيجي معها أعظم النتائج، بس إحنا نصبر، بس إحنا نثبت، بس إحنا نخلينا على طريق دين ربنا سبحانه وتعالى. إنا منتظرون، ألقى عصاك، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن الله معنا. كلها آيات بتملأ القلب بالأمل مهما الواقع اسود. والله يا اخواني وانا جاي في الطريق قعدت افتكر كده، سبحان الله العظيم، قعدت افتكر زمان اول مره الواحد اشتغل في الدعوه الى الله. سبحان الله العظيم، اول مره الواحد اشتغل في الدعوه بجد، يعني سبحان الله العظيم. يعني كان قبلها كنا في رمضان كده، يعني وكان الواحد بس حياته وسط اخوانه، كان كل حياه الواحد يعني يمكن وسط في التربيه مع مجموعه بسيطه جدا من الاخوه، عدد بسيط جدا، وقاعدين نتكلم في اصلاح الدنيا والدعوه الى الله ونشر الهدايه، وازاي ان القلب لازم يحترق حين رؤيه المنكرات، وازاي ان لازم نغير على حرمات ربنا، وازاي ان ربنا مهيمن على كل شيء في الكون. كان دي المعاني اللي عايشين فيها. انا فاكر سبحان الله العظيم كنا يمكن يوم 16 رمضان ولا 17 رمضان قبل العشر اخر بيومين، وقاعدين كده في حتة تدبر خلوي، قاعد اكلم اخواني عن هيمنة ربنا على كل شيء في الكون، وان ربنا مهيمن على كل شيء. انا فاكر يوميها يعني بعض الاخوة اتعصب وهو بيتكلم معايا، قال لي احنا نقعد نتكلم عن هيمنة ربنا؟ ماشي ربنا مهيمن، بس اللي احنا ما بننزلش، احنا ما بنعملش. اقول له يا اخي سبحان الله، ربنا هيفتح، ربنا هيأذن، هو يعني انت بايدك ايه باب اتفتح وانت لم تستثمره ولم تستغله؟ سبحان الله يا اخوانا، انا كنت شايف في عينين بعض اخواني ان كده ده دروشه، واحنا بنقول ان الامل في ربنا والامل في فتح ربنا، وبنتكلم عن ايمانه الله على كل شيء وفتح ربنا للدعوات
وان ربنا هيمكن في الارض الاهل الحق. انا كنت شايف في عينين اخواني انهم عايزين يقولوا ده كده دروشه بقى. سبحان الله العظيم، يومين بالظبط كان ايامها يعني بتوع الامن كان بيقولوا لي لو دخلت مسجد معين عندنا في المنصوره اللي هو مسجد السلاب هنعمل لك قضيه، وهنبعت لك مش عارف لجنه عشان تسجنك، وهنقبض عليك، وهنعمل فيك اللي ما يتعملش واللي ما تتخيلوش واللي ما تتصوروش. سبحان الله العظيم. ويعني جات العشر الاواخر فشفت الشباب قاعدين كده في صلاه التهجد والتراويح، واحد قلبه متقطع عليهم، شباب جايين يصلوا بس انا عارف ان لو ما حدش كلمهم عن ربنا خلاص هتبقى ايامه راحت انتهت، ما اناش عارف اعمل ايه يعني. طب الواحد يعمل ايه؟ فرحت اصلي كده في التهجد، سبحان الله قاعد في وسط التهجد مش عارف اعمل ايه، يعني قلب الواحد بيتقطع على الشباب وعلى الاحوال بس ما اناش قادر اتخيل ايه اللي ممكن يتعمل. سبحان الله، يعني مره كده الميكروفون فضى، يعني الاخ اللي كان ماسك الامامه فبيشاور لي كده تطلع، اطلع قلت طالع ماسك الميكروفون، فقلت كلمه ببص للشباب مفيش خالص يعني مفيش رد فعل نهائي. سبحان الله، جيت في التهجد مفيش حد بيتكلم، قمت طالع مفيش رد فعل. الفجر طلعت اتكلم مفيش رد فعل. العصر طلعت اتكلم، بقيت كل يوم اتكلم حوالي 6 مرات مش قادر. يا اخوانا حد يتحرك بس، يا اخوانا حد كده تحس ان القلب بدا يلين وبدا يظهر على الوجه. سبحان الله العظيم، لحد ما جت مره كنا لين 27 يعني بعدها بعده ايام كده، لحد ما جت مره المفروض الخطيب اللي كان هيجي في كلمه التراويح ما جاش، وانا قاعد كده قبل التراويح ب 10 دقائق مش عارف يعني هقول للناس ايه. انا مش متوقع ان اتكلم اصلا، بس يعني ايه لو اتكلمت بعدها هقول للناس ايه. ربنا رزقني فكرة كده، سبحان الله العظيم، فكرة يعني ايه، تخيل لو النبي دخل علينا وهنعمل ايه، وحاجة زي كده من باب هذا القبيل. وتخيل لو انت دخلت امتحان وما لقيتش في ورقة الاجابة وقت، وما انتش عارف تعمل ايه، والورقة ممكن تتسحب بعد 5 دقايق او بعد 5 ساعات هيبقى رد. كلام بسيط كده. انا فاكر والله يا اخواني الواحد سبحان الله العظيم طلعت اقول الكلمة، الواحد فوجئ بعدها بان في حاجه غريبه جدا، يعني الناس جايه والناس عايزه دروس، والناس ودروسك امتى وهتعمل ايه، ولاقي كل اخواني يتصلوا بيا، هو في ايه، هو ايه اللي حصل، هو الناس كلها عايزه تروح، الناس عايزه تروح يا اخوانا، والناس عايزه تيجي تحضر دروس في المسجد ايه، والناس بتتكلم عن الكلمه في كل حته روحها. اقول سبحان الله العظيم، سبحان ربي، في 3 4 ايام ربنا مكلك في الدعوه، في 3 4 ايام لقيت الاف الشباب قاعدين قدامك في الدرس الاسبوعي بتاعك عشان جايين، مفيش يمكن واحد فيهم كان ملتزم او واحده ملتزمه. سبحان الله العظيم، الفتح بيجي في لحظه. الفتح يا اخواننا لما نشوف الواقع ده، انا عايز اخواني اللي غايرين على احوال الامه وعلى احوال البلد وعلى احوال الدين، يا اخواننا الفتح بيجي في لحظه. ربنا مهيمن على كل شيء، لازم يبقى قلبنا مليان امل. ربنا مش هيسيب الشباب كده، ربنا مش هيسيب الاعلام بتاعنا بالمنظر ده، والله ما هيتساب المنظر ده. إنا منتظرون، احنا موقنين ان الوضع ده هيتغير. ربنا قادر على ان ينزل آية، ربنا قادر على انه يغير الاحوال في لحظة، ربنا قادر على انه يرد مكر اهل الباطل في البلد دهيت في نحورهم. ربنا قادر يا اخوانا على انه يفتح قلوب الناس لله والدار الاخرة مرة تانية. ربنا قادر على انه يأتي بالناس الى الالتزام افواجا بعد ما الناس شغلت عن الله والدار الاخرة. عايزين يبقى عندنا امل يا جماعة، يبقى عندنا امل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل، ده بتملى القلب بالامل مش بس في الدنيا لا حتى في القبر. حديث حسن، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما العبد المؤمن بيموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك فتأتي الصلاة عند رأسه، وتأتي الصيام عن يمينه، وتأتي الزكاة عن يساره، ويأتي عمل الخيرات أو فعل الخيرات عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه، العذاب جاي من عند رأسه، فتقول الصلاة ما هنا مدخل، مفيش ملكش سكة، فيؤتى من عن يمينه، العذاب جاي من على اليمين، فتقول الصيام ما هنا مدخل ملكش سكة، فيؤتى من عن يساره، العذاب جاي من ناحية الشمال، فتقول الزكاة ما هنا مدخل ملكش سكة، فيؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات ما ها هنا مدخل تحفظه. طب والكافر بقى والعياذ بالله، فيجيء العذاب من عند رأسه فلا يجد شيء، فيجيء العذاب من عن يمينه فلا يجد شيء، فيجيء العذاب من عن شماله فلا يجد شيء، فيجيء العذاب من عند رجليه فلا يجد شيء. سبحان الله، ما فيش أي يعني الطاعة للمؤمن حصن بيحميه من العذاب. اخوانا خير عند ربك ثوابا وخير املا، الشعار اللي احنا معاه دلوقتي، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، الحديث الخطير قوي، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام،
تحترقون تحترقون يعني بالذنوب. فإذا صليتم الصبح غسلتها. الكلمة اللي شدت انتباهي في الحديث من ضمن كلمات الحديث العظيمة كلها غسلتها. يعني ما قالش أطفأتها. أصل يعني تحترقون يعني يا نار. فأنت جاء الصلاة خلتها طفتها خلتها رمددها واطفأتها. إنما النبي قال غسلتها. يعني إيه؟ يعني في الأمثال عندنا بيقولك تبات نار تصبح رماد. ليه يا رب؟ إنما عليه الصلاة والسلام قالك تبات نار تصبح جنة. ده نزل المطر وغسل النار وطفاها وغسل الرماد وروى الأرض والأرض نبتت وإنت صحيت لقيتها جنة. تبات نار تصبح جنة. الأمل في رحمة الله. تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. إنما عليه الصلاة والسلام بيقول لك وانت مع ربنا تبات نار تصبح جنة. ليها رب يا اخوانا؟ الأحوال في مصر كلها تبات نار تصبح جنة. ليها رب؟ الأمل في قدرة ربنا وفي رحمة ربنا. يا أخوانا ده حديث في صحيح مسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يفاجئ أن كل رحمات ربنا اللي كانت في الدنيا دي كانت جزء من 100 جزء من رحمة الله. ودي كمان الرحمة المخلوقة. ده غير الرحمة يعني من ذات الله سبحانه وتعالى. ربنا الملك العظيم سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فيوم القيامة لما الناس تشوف رحمة ربنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك حتى إن إبليس شوف الشيطان لا يتطاول يظن ان رحمة الله ستدركه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الرحمة العظيمة دي؟ ربنا ارحم الراحمين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمة الله. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما المرأة ضمت ابنها بعد ما تاه عنها وحضنته في صدرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ دي تشيل ابنها ترميه في النار؟ قالوا له يا رسول لا يمكن يا رسول الله لا يمكن. قال لهم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. انت حس بالمعنى ده؟ انت حس ان ربنا أرحم بيك من الأم بابنها؟ والله لا يلقي حبيبه في النار. يا ربنا ما يلقيش حبيبه في النار. يا اخوانا يا اخوانا ده معاني عظيمة قوي. معنى الامل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الصالحين يعني ايامهم وحياتهم كانت مليانة امل. شعار اللي احنا معاه الوقت شعار عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. يا سلام على الشعار ده لما الكروبات بتزيد ولما الاحلام بتكتر والانسان ما هوش قادر ان يوصل لحاجة. سيدنا يعقوب لما قال الكلمة دي يا اخوانا اب ابنه راح منه. ده الاب لو ابنه راح منه ساعة خلاص مش هشوفه. والام تشوف مش بتقول مش هشوف ابن تاني. ده ما راحش يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا تلاتين سنة. خلاص قضية وانتهت. وبعد كده يروح منه ابن التاني كمان. يقول لهم ايه؟ يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يقول لهم عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. ربنا ممكن يحقق لك كل احلامك مرة واحدة. ربنا ممكن يحقق لك كل احلامك. احنا اتكلمنا النهاردة في ايه؟ اليس الله بكاف عبده. اتكلمنا في ايه؟ فان الله هو مولاه. اتكلمنا في ايه؟ كلا والله لن يخزيك الله ابدا. اتكلمنا في ايه؟ انا منتظرون الفرج والفتح. اتكلمنا في ايه؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لنا. اتكلمنا في ايه؟ ولا الآخرة خير لك من الاولى. انتوا لسه شفتوا حاجة في كرم ربنا. اتكلمنا في ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يا املك في طاعة ربنا يا عبد الله. الحلول في ايدينا والله يا جماعة. اتكلمنا في ايه؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها. لا ربنا قادر ويحيي الامة باذن الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في ايه؟ ان الله معنا. قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه الامل في رحمه ربنا في كل موقف. يعني ايه اليس الله بكاف عبده؟ يعني ايه يا اخوانا؟ اتكلمنا في ايه؟ فاخذ ينوء بصدره. منظر الامل الرهيب اللي كان في قلب القاتل الماء وهو عايز يوصل لربنا. اتكلمنا يا اخوانا ان ربنا ما فيش معاه ازاي؟ ما تقولش ازاي ديت. والوقت بنتكلم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. زي قول الله عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. عسى الله ان ياتي بالفتح. الايه دي بلسم
بلسم بينزل على قلب الواحد كده يشفيه من جراح الحزن على ما يحدث للأمة الآن وعلى ما يحدث من معصية الله. عسى الله أن يأتي بالفتح. يعني احنا 25 يناير ديت احنا كنا نحلم أصلا أحلام اليقظة بتاعتنا باللي بيحصل الوقت فيها؟ كنا نتخيل اللي بيحصل الوقت يا إخواننا؟ عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى الله أن يأتيني بهم. عسى الله أن يأتيني بهم جميع الأمل في الله. شوفوا أصحاب الكهف لما 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 خلاص مش هيقدروا يعيشوا مع قومهم فاروا الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يدعون إلى الله فأووا إلى الإيه؟ إلى الكهف. طب وبعدين نعمل إيه في الكهف؟ ونأكل منين ونشرب منين؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. عندهم أمل في بطن الجبل. في بطن الجبل يعني لو واحد في معتقل، لو واحد في سجن، لو واحد في قلب الصحراء، لو واحد في جزيرة في قلب البحر، ربنا قادر ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقط. طب ازاي؟ مفيش مع ربنا ازاي؟ مادام انت مع ربنا ومادام استنفذت وسعك ومعكش اسباب اكتر من كده، مفيش مع ربنا ازاي؟ ازاي الدين هينتصر؟ هينتصر ازاي؟ مصر هتتغير؟ هتتغير ازاي؟ القلوب هترجع لربنا؟ هترجع ازاي؟ ربنا يفتح علينا جميعا في الاستعمال لنصر الدين ومش هيستبدلنا ان شاء الله، ربنا هيستعملنا. ازاي كروباتنا هتتحل؟ هتتحل. ازاي العنوسة دي هتتحل؟ هتتحل ان شاء الله. ازاي مشاكلنا الدنيوية وهمومنا وامراضنا، ازاي الكروبات دي كلها تفرك؟ هتفرك يا اخوانا. يا اخوانا عسى الله ان يأتيني بهم، ان يأتيني بهم جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قعدت النهارده يعني احاول اجيب كل الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه فيها ابشروا. قلت ياه، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيملى قلب الصحابه بالامل يا اخوانا. ابشروا واملوا ما يسركم. ده هو بيبشرهم بالدنيا وبفتح الدنيا عليهم. النبي علم الصحابه ان كل حاجه يبشرهم بيها. الصحابه قاعدين، المهاجرين هاجروا من مكه للمدينه، يقول لهم ابشروا. ابشروا بيقول لمعشر المهاجرين ابشروا بالنور التام يوم القيامه، يبشر اللي ضحى. الناس واقفه بتصلي يقول لهم ابشروا بنعمه الله عليكم فانه ليس احد على وجه الارض يصلي هذه الصلاة غيركم. ابشروا وانتوا واقفين تصلوا العشاء في الوقت اللي كل الارض فيها في غفلة. ده ايه؟ الصحابة يقعدوا ما بين المغرب للعشاء للمسجد يقول لهم ابشروا فهذا ربكم فتح بابا في السماء يباهي بكم الملائكة. طب والغلابة يا رسول الله؟ الناس المشغولة، العوام الأمة المشغولين اللي مش فاضي بقى انه يقعد في المسجد وانه يعمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ابشروا ابشروا مرتين، ابشروا. كل الاحاديث دي صحيحة يا اخوانا. ابشروا ابشروا فمن صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر ها دخل من اي ابواب الجنة شاء. يا سلام، ايه الجمال ده؟ عشان المشغولين كمان ما يزعلوش. ابشروا يا اخوانا واملوا ما يسركم. ده كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نستبشر يا اخوانا. الدرس ده بيقول ان الاسلام دعا للامل، والاسلام ملأ قلوب اتباعه بالامل، وان الاسلام علمنا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، ولا حاجه اسمها مش ممكن، ولا حاجه اسمها مشكله مش هتتغير. اهو بمعالي ربنا قسم ظهره، مبارك ربنا قسم ظهره، الجبابرة ربنا قسم ظهره، الله قادر. والخاين لو وقع ما بيقومش، ما بيقومش. الله قادر يا اخوانا، الله قادر. الامل في رحمه ربنا، الشعار العظيم اللي احنا عايشين معاه الليله، اليس الله بكاف عبده. بس ما دام في امل لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه عمل. ما دام في امل لازم يبقى فيه عمل، عمل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. طيب العمل ايه؟ العمل يا اخوانا، يعني انا عايز اقول لكم الدين مش محتاج ان الانسان يضحي بحياته عشان يبقى انسان ملتزم. الدين مش معناه ان انا اسيب الدنيا واقفل على نفسي صومعه عشان يبقى انسان ملتزم. يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام اداها لنا فرشته بسيطه، قال ساعه وساعه، ساعه في اليوم. ما تقدريش تدي ساعه لربنا في يومك. انا عايز المعاني دي تبقى في قلبي على طول، انا عايز ابقى متصل بالايمان بقلبي على طول، انا عايز قلبي يبقى عايش مع ربنا على طول. الموضوع بسيط جدا، ساعة واحدة في اليوم لربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا انا قلت لكم قبل كده كل واحد يختار له ورد. الساعة اللي بعد العشاء دي ما تقوليش اقوم الليل في الثلث الاخير. ابدأ بس اول شهرين ثلاثة بس من الساعة اللي بعد العشاء. ابدأي اقفي بين ايدين ربنا الساعة اللي بعد العشاء، هتغير حياتك كلها. او الساعة اللي بعد الفجر في جلسة وضع، او الساعة اللي اتكلمنا عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة قعدوها، النبي قال لهم ان ربنا فتح باب في السماء وباب بهم الملائكة. الساعة اللي بين المغرب والعشاء اللي الطالب مهما عمل ما هواش هيقدر يذاكر فيها حاجة، ما حدش حد يقدر يعمل فيها اي حاجة اصلا. اختار لك ساعة من الثلاث ساعات دول تعبد فيهم ربنا. الساعة اللي بعد العشاء، ايه المشكلة اللي بعد الحلقة نقف بين ايدين ربنا، نقف بين ايدين مولانا اللي هيكفينا من كل الهموم وهيكفينا من كل الكروبات وهيفرج لينا كل الكروبات سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته.
إخواني في الله، أليس الله بكاف عبده؟ عايزين نعيش مع معنى الأمل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، مع معنى إن ربنا قادر أن يفرج كربتنا، مع معنى أليس الله بكاف عبده. نرفع إيدينا وندعي ربنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم املأ قلوبنا بالرجاء في رحمتك، اللهم املأ قلوبنا بحسن الظن فيك يا رب، اللهم حسن ظننا فيك يا رب، اللهم حسن ظننا فيك يا رب، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم فرج كرباتنا، أد ديوننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر، اللهم يا ربنا احفظ العاملين لدينك، اللهم اكفني، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم انصر دينك، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لشرعك، اللهم أنزل الهداية على قلوب أهل مصر، اللهم أنزل الهداية على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها، اللهم املأ مصر بالهدى والإيمان، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نضيع وأنت مولانا، لا نضل وأنت هادينا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله كل خير.